نشرت الهند أنظمة دفاع صاروخي جو أرض سريعة الاستجابة ومتطورة من طراز أكاش على حدودها مع الصين شرق منطقة لداخ شمالي الهيمالايا، في خطوة تأتي وسط تزايد نشاط الطائرات المقاتلة والطائرات المروحية الصينية على طول خط السيطرة الفعلي في منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها. الهند قادرة على الرد بصورة مناسبة على أي عدو يطمع بأرضها، هكذا كان رد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ظل أسابيع من التوتر المتصاعد مع الصين على المنطقة الحدودية بين البلدين. هؤلاء الذين كانوا يريدون شرا بالأراضي الهندية في لداخ تلقوا الرد المناسب. الهند تحترم روح الصداقة، كما أنها قادرة على الرد بصورة مناسبة لأي عدو بدون خجل. تصريحات تتزامن مع استعدادات عسكرية هندية شرقية منطقة لداخ الحدودية نشرت فيها السلطات الهندية أنظمة دفاع صاروخي كجزء من أشغال البناء الجارية في المنطقة حسب وصف حكومي، في ظل تزايد نشاط الطائرات المقاتلة والمروحية الصينية على طول الخط الحدودي. استعدادات أكدت القوات العسكرية الهندية تفعيلها في ظروف استثنائية فقط كرد على أي استفزازات محتملة، رغم إعلان الطرفين سابقاً ضرورة إنهاء التصعيد وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية. يتوسط ذلك انتقادات هندية داخلية لما وصفته المعارضة بالموقف المتراخي لمودي اتجاه الصين في محاولاته السابقة لتفادي أي حرب بينهما، فيما انطلقت دعوات هندية أخرى لقطع العلاقات الاقتصادية مع بكين رداً على مقتل الجنود الهنود في التصعيد الأخير.